بسم الله، سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله. اليوم تم افتتاح بئر صدقة جارية عن المرحومة صفية فائز مرعي أم برهان رحمها الله. نوع البئر الانتواصي بإشراك تراحم وسنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البئر في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد كما ينقيت صوب العبيض من الدنس. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.